بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير طبتم وطابت أوقاتكم. من تلفزيون جيوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء، ويسعد معكم عبر الهواء مباشرة لتقديم هذه النشرة كل من خضر علمي وعو عبدي، ونستهل هذه النشرة بأبرز العنوانين: انطلاق القمة لقادة الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومالي أميسوم وذلك في جيبوتي، مرشحان يقدمان ملفات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها مع الزميلة عو عبدي. أهلا بكم. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي اليوم في القصر الرئاسي رئيس الوزراء الإثيوبي هيلة مريم ديزلاين. بين البلدين الصديقين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها الأوضاع في الصومال ومهام البعثة الإفريقية لإعادة الأمن والسلام في الصومال. كما استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي الرئيس الصومالي السيد حسن شيخ محمود. وتمحورت المحادثات العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين والشقيقين والتعاون المشترك، إضافة إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك ومهام البعثة لحفظ السلام. واستقبل رئيس الجمهورية الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وتطرق أيضا الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين ومواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها الوضع في الصومال والمهام البعثة لحفظ السلام في الصومالي أميسوم وتعزيز التعاون بين بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام والقوات الأمريكية من جهة، وتطوير مهام أميسوم في مساندة الحكومة الفيدرالية الصومالية. وجرى صباح اليوم في القصر الرئاسي اجتماع لقادة الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومالي أميسوم. مزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي. جرى صباح اليوم في القصر الرئاسي اجتماع لقادة الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومالي أميسوم. وبحثت القمة التي جرت برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي مستقبل قوات البعثة وسبل تطوير مهمتها في دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية. وتتكون بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال، جيبوتي وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وبوروندي ونيجيريا فيما انسحبت سيراليون من البعثة. قادة الدول الذين يشاركون في القمة أربعة، وباقي الدول يمثلها وزراء. وفي الحدث الهام الذي أقيم اليوم الأحد في جيبوتي، بحثت القمة حول تعزيز التعاون بين بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال والقوات الأمريكية من جهة، وتطوير مهمة أميسوم في مساندة الحكومة الفيدرالية الصومالية من جهة أخرى. كما ناقشت القمة كيفية تطوير القوات المسلحة الصومالية وإعدادها للقيام بمهمة الدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة. ويبلغ عدد قوات أميسوم أكثر من 20,000 جندي، وتتواجد في مناطق عديدة من أبرزها العاصمة مقدشو ومحافظتي هيران وشبال. تمكنت البعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال من دحض حركة الشباب والحد من التهديد الذي كان تشكله هذه المنظمة الإرهابية، وتعزيز جهود مؤسسات الحكومة الانتقالية الرامية إلى ضبط الاستقرار في الصومال. للبعثة مهام غير ذلك المتعلقة بالجانب الأمني، فهي تقوم بتوفير تسهيلات للجهود الإنسانية وخلق الظروف المواتية على المدى البعيد للاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية. We would like to ask you to observe a minute of silence for the brave soldiers that have fallen at the battlefield. Ladies and gentlemen, could you please rise to observe a minute of silence? Thank you.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أشار ممثل منظمة الأمم المتحدة في الصومال بأن هناك جهود جبارة من قبل قادة الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال أميسوم لاستتباب الأمن والاستقرار في الصومال. نتابع كلمة الممثل في التقرير التالي. C'est tout naturellement que nous sommes tous les hôtes du président Ismaïl Omar Guelleh. سيادتي بداية أقدم الشكر لفخامة الرئيس للجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي الذي نظم هذه القمة ويسهم دائما الأمن في جيبوتي وفي الإقليم. وبفضل هذه الرؤية استطاعت جيبوتي أن تحقق مشاريع عملاقة في البنية التحتية للبلاد والتي تعكس نموا اقتصاديا مستفيدا في ذات الوقت من موقعها الاستراتيجي وتقديم جيبوتي أفضل طروف معيشة للسكان. كما أنني أقدم امتناني وتقديري لهؤلاء الذين قتلوا وهم يؤدون واجبهم لأجل تحقيق الأمن في الصومال وتقديري لدول الأعضاء المشاركة بقواتها في أميسون الذين أرسلوا قواتهم في الساحة للمشاركة في عملية الاستباب الأمن والاستقرار ومساعدة الشعب الصومالي والحكومة الصومالية لتحقيق ذلك ودرد جماعة الشباب الإرهابية المتطرفة في الصومال ودول المجاورة. سيداتي الرؤساء الدول والحكومات أن دعمكم متواصل وجهودكم جبارة التي ستساهمون في تحقيق الاستقرار والأمن في الصومال هو الأمر البالغ الأهمية في الوقت الحالي. لدعم القوات المتواجدة في الساحة خاصة وفي إقليم عامة وفي ظل هذه الظروف الحساسة هو الأمر المهم سيسهم في نجاح التعاون المشترك لتحقيق الأمن في الصومال وفي الإقليم عامة. وأن جيبوتي مرة أخرى هي الرائدة لأجل تسهيل هذه اللقاء الذي سيكون نجاحا لقرار المنتظر من دول الأعضاء بقوتها في الصومال. بدوره ألقى الرئيس الصومالي سيد حسن الشيخ محمود كلمة عبر في مستهلها شكره وامتنانه لفخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل مرجلي للجهود المبذولة من قبل حكومته وشعبه لإعادة السلام في الصومال. نتابع كلمة الرئيس في سياق التقرير التالي. First of all, I would like to appreciate the effort. سيداتي سادتي أريد في بداية أن أعبر امتناني وتقديري للجهود دول الأعضاء القوات أميسون المتواجدة في الصومال لاستباب الأمن والاستقرار. كما أقدم شكري للجهود الجبارة المبذولة من قبل المنظمات والهيئات الدولية التي تساهم في إعادة الاستقرار في الصومال. كما أقدم تقديري ودعواتي لهؤلاء الأفضال الذين لقوا حتفهم وهم يسعون تحقيق هدف الواحد ألا وهو إعادة السلام والأمن والاستقرار ولتكون الصومال مكانا آمنا للشعب الصومالي وجعل الصومال من الدول المساهمة في استقرار والأمن في منطقة خاصة وفي الساحة الدولية عامة. تعتبر الصومال المصاعي والجهود الجبارة لهؤلاء الذين غدموا إلى الصومال لاستعادة الأمن فيها وجعلها مكانا آمنا ومستقرا وهم لا يدخرون جهدا لأجل تحقيق ذلك. ويلعب الأمن في شرق إفريقيا دورا أساسيا ومحوريا حيث له آثار واضحة على الاستقرار الدولي وهو يتطلب أن يتم التعزيز لجهود للمواجهة خطر المحدق والمستمر للجماعة الشباب الإرهابية وليس أمامنا وقتا لذلك. وعلينا أن نحد جهودنا وقدراتنا لأجل أن نحد من نشاط هذه الجماعة. اليوم في اللحظة التي اجتمعنا في جيبوتي تقوم قوات أميسون برفقة قوات الصومالية بعمليات عسكرية مختلفة في جميع الضواحي الصومالية لأجل مواجهة وحد من نشاط الإرهابيين في البلاد عبر تدمير جميع أدواتهم وقدراتهم المادية في ساحة. وفي لحظة التي أتحدثها الآن لكم أعلم بأن القوات أميسون وقوات الصومالية يقومون بعمليات عسكرية في 3 مناطق مختلفة في الصومال لدرد جماعة الشباب المتضرفة منها. أصبحت الصومال أرضا خصبا للجماعات المتشددة الإرهابية في القرن الإفريقي والتي تهدد أمن
والمواجهة أيضا باتت أمر بالغ ضرورة وأهمية للصومال خاصة وللإقليم عامة، لأنها ستصبح خطرا محدقا على جميع البلدان في المنطقة والملاذا آمنا للجماعات والخلايا متشددة في دول أخرى في الإقليم. من جانبه ألقى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي في قمة الدول المساهمة في بعثة الاتحاد لحفظ السلام في الصومال أمسهم رحب في مستهلها رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في هذه البعثة. نتابع كلمة الرئيس في السياق التالي. Permettez-moi tout d'abord de profiter de cette opportunité pour vous souhaiter à vous tous la bienvenue. وفي مستهلها الرحب برؤساء الدول والحكومات الأعضاء في هذه البعثة لمشاركة في هذا الحدث الهام رغم انشغاله. وستبقى بلدنا متمسكة في تقاليدها، حيث تعتبر بلدنا أرض اللقاء والتبادل، كما أن الجيبوتيين والجيبوتيات متضامنون بشأن دفع القضية أشقائهم الصوماليين. ويدل حضور المشاركين في هذه القمة بالتزامهم وبجهود اللامحدود في إرساء الأمن في الصومال والعمل معا في البحث عن طرق وسبل أفضل لقرص السلام نهائيا في مجمل تراب الصومالي. كما تقدم بالشكر إلى المجتمع الدولي في مجمله وتحديدا الأمم المتحدة لدعمهم متعدد الجهات لعمليات الأمسون. وأشيد أيضا بدور المنظمة الإقليمية الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وبالدور رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم دي سالم رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية لجهود المبذولة بغية تسريع العملية التدريب الدولة الفيدرالية الصومالية. وأشير إلى استعدادات الاستحقاقات الرئاسية لهذا العام وتحديدا التوصيات التي تم خلطها خلال الاجتماع الغير الاعتيادي 55 لمجلس الوزراء الهيئة الحكومية للتنمية والذي انعقد في أديس أبابا في 30 و31 من يناير المنصرم. وكما تعلمون ومنذ نشر قوات البعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال في عام 2007 خدمت بلادنا عديد من التضحيات. وأحيي الروح الشهداء البواسل الذين اضحوا بأرواحهم من أجل إرساء السلام والاستقرار في الصومال وفي قارتنا، وستبقى ذكرياتهم محفورة في نفوسنا. وأتمنى للجنود الجرحى الشفاء العاجل. واليوم أريد أن أجدد خلال هذه القمة التزامنا ودفعنا وتوجيهاتنا السياسية بقية تعزيز القدرات البعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال والقوات الصومالية. واليوم التقينا لتسليط الضوء ليس فقط على إنجازات بعثتنا، ولكن أيضا لتحليل التحديات وعراقيل التي تواجهها بعثة الأمسوم. ونواجه خلال الأونة الأخيرة تصاعد العمليات الإرهابية من مجموعة حركة الشباب الإرهابية. ورغم الخسائر التي تتكبدها حركة الشباب من قبل قواتنا، ما زالت هذه الهجمات الخطيرة ومدعبة تجاه المواطنين وأيضا قوات الأمسوم. وإن بفضل قوات أمسوم المدعومة من قبل القوات الصومالية فقدت حركة الشباب تقدمها خلال السنوات الأخيرة، وأصبح السلام في الصومال تدريجيا حقيقة ملموسة. ولذلك يجب مضافرة الجهود لتوضيد النجاح المحرز والإنجازات الأمنية ومضاعفة الأنشطة للقضاء نهائيا على تهديدات الحركة الشباب. ورغم التطور الذي تشهدها للصومال يوميا، نؤكد مجددا التزامنا والمضى قدما نحو التوجيهات السياسية الضرورية. مازوسي اناليزي لي زوبستاكل
إذن أعزائي المشاهدين، حان الآن موعد آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي. نعود إليكم بعد الآذان لمواصلة ما تبقى من الأخبار، لا تتحركوا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. عدنا إليكم مجددًا أعزائي المشاهدين لنتابع الجزء الثاني من كلمة فخامة رئيس الجمهورية خلال هذه القمة، حيث أوضح فخامته أن على الرؤساء الدول والحكومات المساهمة في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال وتعزيز القدرات العملية لقوة أميسوم. مزيد حول هذه الكلمة نتابع مجددًا الجزء الباقي من كلمة رئيس الجمهورية. وبصفتنا كرؤساء الدول والحكومات علينا تعزيز القدرات العملية لقوات الأميسوم والقوات الصومالية بغية أن تؤدي هذه القوات مهامها على أكمل وجه، وأن تعزيز هذه القدرات العملية ضرورية خاصة للقوات الصومالية، وذلك لمواصلة المشاركة في العمليات مع الأميسوم والاستعداد للتكفل بأمن بلدنا وتلبية احتياجات على أرض الواقع من خلال تقديم لها الدوريات التاهيلية المنسقة وتجهيزات وسائل اللوجستية. وأؤكد مجددا امتناننا العميق لجميع الشركاء وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للدعم المتواصل وخاصة في مجالات المالية واللوجستية. وأخيرا أشيد بالقرار السياسي للدول المساهمة لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال الأميسوم والهيئة الحكومية للتنمية والاتحاد الإفريقي
وأمل أن يكون هذا الالتزام السياسي مدعوم من قبل رغبة تعبئة الموارد، وخاصة فيما يتعلق بتجهيزات بقية الدعم القوات المنتشرة على أرض الواقع. إن حركة الشباب تعتبر تهديدا للأمن والاستقرار في الصومال وفي المنطقة، وإن من الضروري تعزيز الوضع الأمني في هذا البلد الشقيق ودعم العملية السياسية، وذلك من أجل إرساء دولة مستقرة تعيش بأمن وسلام مع الدول الجوار. إذن اختتمت أعمال القمة الدول المساهمة بقواتها في عملية حفظ السلام في الصومال والتي عقدت في القصر الرئاسي، وكان في هذه القمة حول كيفية تعزيز الكفاءات للقوات المتواجدة في الصومال أمسهم لاستدباب الأمن في هذا البلد. وبعد عقد رؤساء الدول المشاركين في هذه القمة جلسة خاصة بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي ورئيس الصومالية السيد حسن شيخ محمود، إضافة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي السيد هيلي مريم ديزلاين ورئيس الكيني أوهورو كينياتا وأمين اللجنة الدولية للسلام والأمن السيد إسماعيل شركاوي. وتم اتخاذ خلال هذه القمة قرارات مهمة وأساسية التي ستكون فعالة لدعم جهود الدول المشاركة قواتها في الصومال لحفظ السلام والأمن في الساحة. هذا وعقد كل من رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي ورئيس الصومالي وأمين لجنة الأمن والسلام مؤتمر صحفي بحضور صحافة محلية ودولية، تحدثوا خلالها عن النتائج القرارات التي تمخضت عنها هذه القمة للبعثة الإفريقية المشاركة في عملية حفظ السلام واستدباب الأمن في الصومال أمسهم. وفي غضون المؤتمر الصحفي الذي عقده رؤساء الدول والحكومات المساهمة في بعثة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الصومال، جرى توقيع اتفاقية بين هذه الدول حول تعزيز قدرات الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الصومال لمحاربة ولضرط جماعة الشباب المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار في الصومال وسيما في عاصمة مقدشو. كما قررت هذه الدول لإقامة تعاون وثيق بينهم في مجالات مختلفة، وخاصة في مجالات تبادل المعلومات والخبرات. بعد مشاركتهم في القمة الأولى للدول المساهمة بقواتها في عملية حفظ السلام في الصومال أمسهم، غادر الرؤساء الذين شاركوا في هذه القمة كل من رئيس الصومالية السيد حسن الشيخ محمود ورئيس الكينية السيد أوهورو كينياتا ورئيس الوزراء الإثيوبي السيد هيلي مريم ديزلاين العاصمة جيبوتي تحديدا في المطار الدولي، وتوجهوا إلى بلدانهم. لمواجهة القوات المتشددة الإرهابية الشباب. وبعدها غادر فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي عاصمة جيبوتي متوجها إلى الدوحة عاصمة قطر لزيارة رسمية، وحضر حال مغادرة فخامة رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومسؤولين رفيع المستوى. ومن ضمن نشرتنا المحلية، قدم شخصيتان ملفات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في 8 أبريل، وهما السيد محمد داود شحن والسيد حسن إدريس أحمد. وفي تصريح صحفي لوزير الداخلية أوضح أن السيد محمد داود شحن المرشح لحزب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني ESN قد قدم ملفه في الساعة 11 ظهرا اليوم الأحد كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تلقى المرشح رسالة تأكيد وقبول ملفاته من قبل وزير الداخلية
وتبدأ تقديم ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الوزارة الداخلية من اليوم 28 فبراير حتى 8 من شهر مارس القادمة. وأكد في صحفي آخر وزير الداخلية أن السيد حسن إدريس أحمد قدم ملفه إلى الوزارة الداخلية كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في الساعة 11:45، حيث تلقى المرشح رسالة تأكيد وقبول ملفاته من قبل وزير الداخلية. وتبدأ تقديم الملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الوزارة الداخلية من اليوم 28 فبراير الشهر الحالي حتى 8 من شهر مارس القادم. نظم اليوم احتفال المكرسة لذكرى تأسيس وكالات التوظيف الخاص في قصر الشعب، وشارك في هذا الحفل وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري لوكالات التوظيف الخاصة وممثلي النقابات العمال، كما حضر أيضا وزير الطاقة والموارد الطبيعية وأمينة الدولة للتضامن الوطني. ويعتبر هذا الاحتفال الذي تم تنظيمه في القصر الشعب وذلك لتنفيذ اتفاق جماعي بين الشركاء الاجتماعيين وقع في 3 فبراير الماضي. وجدير بالذكر أن عشرات من الوكالات التوظيف الخاص في جيبوتي تقوم بتوظيف أكثر من 6,000 عامل. هذه الاتفاقية هي ثمرة حوار ثلاثي طويل بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات وممثلي العمال. هذا وعبر الشخصيات من وكالات التوظيف الخاص للعمال عن امتنانهم لأجل تنظيم هذا الحفل، وكما عبروا عن شكرهم لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل على جميع الجهود المبذولة من قبله. هذا وأوضح وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري سيد عبدي حسين أحمد أن تنفيذ هذه الاتفاقية الجماعية تأتي بعد حوار مكثف بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات وممثلي العمال. وفي هذه المناسبة أود أن أشيد بالجهود المبذولة والدعم المستمر من قبل فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي من أجل ترقية وتوفير وتدريب العمال. استقبل وزير المعدات والنقل السيد موسى أحمد حسن صباح اليوم وفدا بقيادة المدير الإقليمي لمكتب منظمة الطيران المدني والدولية. منظمة الطيران المدني الدولية هي منظمة الأمم المتحدة المسؤولة والمكلفة لقضايا الطيران المدني الدولي، وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها المدير الإقليمي في إطار تعزيز تنمية الشراكة بين جمهورية جيبوتي ووكالة الأمم المتحدة للطيران المدني الدولي. هذا وركزت المناقشات بين الجانبين على سبل فتح المجال الجوي الجيبوتي واستخدام المطارات. بهذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا المفصلة لهذا اليوم، نشكركم على حسن المشاهدة والمتابعة وإلى اللقاء.